تمشي أمين مرة تانية لعقلك ياللي فاقد عقلك مرة تانية مرة تانية أول ما البن بيحمر تلاقيه بيظهر وكل ما تزود الكمية تلاقي العدد بيكتر فلما عقلك يخضر بعد نظرك يصغر هتلاقيهم بإجلوا أول ما عمر الليل يكسر كأنهم خفافيش مصاصين للجيوب اليوم عندهم مقلوب هدفهم شخصي مقلوب تعبان ومخنوق عاجز يفك ويفوق فيخلوا القناة اللي بتعرض شوفة حياة تشعبش لما يدوق المخدر العصبي وفي السماء يهلوس لوحده والتأثير الجذبي جه الواقع بيهبط تاني على مشاكله فهو مفيش أمل من المجاملة ولما اللمة تملى كما هائل من سلبية حواليك يخليك مش انت جوع جمجمة للجرعة اكبره للجنون بظهور الملفوف تشوف احسن ابتسامة في الكون ويستقر الادرينالين وتحب الزوم وعادة زيت العلم النجوم تعمل زوم كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش الناس بتشرب تخرب وانا بشرب بفوق كل ما اشرب اكتر فكر اكتر هم مخلوق بطلت اتعامل بالسوق موداني بلفظها في ايديك خمس صوابع خير الامور اوسطها ده مش كلام سيجاره وكاس او سطر كوك على روح ازاز عشان بشم بروب مدافع هتلاقيني بدوب فرصات محتاجه تمول غير ما دول تدين دول او تدين دول مش معقول تكون مسطول على طول وتعقد المحلول مناوله مش مقاوله زي العملات المتداوله شده شده باصه احلى من اعدام اسير في جوله خد كمان محاوله بس بلاش تقول دماغي اولى تقل صنعه يعني تتقل تتكيف قانون الدوله اتجاه شوف نوعك فين لازم تلقى اهم حاجة بينك من نفسك تسيطر على الحياة نصحت ليك يا صاحبي خلي معهم دايما اشياءك خليك قريب من اصحابك واقرب لاعدائك كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش عارفين ليه قرب ليك ليك ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش ناس بتشرب تخرب وانا بشرب بفوق كل ما اشرب اكتر فكر اكتر هم مخلوق جوع الجمجمة للجرعة اكبره للجنون بظهور الملفوف تشوف احسن ابتسامة في الكون ايماني امسي امين صباح الفل يا جدعان ولع هاش مطبوسي هاش